تقول السائلة: أعطتها إحدى الأخوات ورقة كتب فيها آيات من القرآن، وتقول هذه الآيات للشفاء، منها قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وفيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فما حكم اعتبار هذه الآيات للشفاء وكتابتها؟ إن كان القصد من كتابة هذه الآيات تعليقها على الجسم حروز أو حجب، هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق التمائم، هذه تمائم ولا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان، ولأن هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فلا يجوز تعليق القرآن على الأشخاص أو على السيارات أو على المحلات من أجل الحرز أو من هذا، كله لا يجوز. أما إن كان القصد منها، من هذه الأوراق، إنها تغسل بماء طهور، تغسل بماء طهور ويشرب المريض الغسالة، فهذا رخص فيه بعض العلماء ويقول هذا من الاستشفاء بالقرآن،